السلام عليكم. تمخضت تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتهديداته ووعيده تمخضت عن استعداد واشنطن لإبرام صفقة حقيقية مع إيران. عرض أمريكي يترافق مع قرع إيراني لأجراس التسخين العسكري سمع صداه في ناقلة نفط سعودية هوجمت من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن. هل وصلت أم الحروب الكلامية بين واشنطن وطهران إلى نهايتها؟ أم أنها مقدمة عقاب أمريكي محتمل ضد طهران؟ قليل من واجه مثله في التاريخ على حد قول ترامب. حول هذين السؤالين وما يتخللهما من حرب ضروس بين البلدين لم تتجاوز الألسن، تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. على حافة الهاوية تقترب الأزمة بين إيران والولايات المتحدة في ظل حرب سياسية وإعلامية حامية الوطيس. فالرئيس الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط في حال منعت طهران من تصدير نفطها، ويحذر من أن الحرب مع بلاده ستكون أم الحروب. فيرد ترامب محذراً روحاني من أنه إذا هدد أمريكا فإن طهران ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ. هي حرب كلامية يراها بعض المحللين مقدمة لحرب عسكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما إذا أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها بغلق مضيق هرمز. ورغم التقارب الواضح بين ترامب وبوتين في قمة هلسنكي الأخيرة، إلا أن صحفا إيرانية مقربة من النظام ترجح ألا تتخلى روسيا عن إيران في مواجهة الولايات المتحدة. طرح ربما يختلف فيما يتعلق ببعض الملفات، لا سيما الملف السوري الذي تطالب فيه موسكو طهران بالابتعاد عن الحدود السورية مع الكيان الصهيوني، في حين يؤكد نتنياهو على عدم السماح لإيران بالتمركز في سوريا مشددا على تواصل الضربات ضد القوات الإيرانية هناك. في المقابل يرى مراقبون أن إدارة الرئيس ترامب تسعى من وراء ذلك التصعيد إلى إجبار إيران على الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشروط أمريكية، وهو ما عبر عنه ترامب بالقول إن إدارته مستعدة لإبرام اتفاق نووي حقيقي مع طهران، اتفاق يختلف حسب قول ترامب عن ذلك الكارثي الذي أبرمته إدارة أوباما. ولعل نظرة سريعة إلى الملف النووي لكوريا الشمالية يرجح ذلك الطرح الأخير، إذ لم تمنع التهديدات المتبادلة بين ترامب وكيم جونغ أون عقد القمة الشهيرة بين الرجلين في سنغافورة وبداية تسوية دبلوماسية لذلك الملف الشائك، ما يعني أن سياسة ترامب في الذهاب بالأمور إلى حافة الحرب ربما تجدي نفعاً كذلك في الملف الإيراني. أرحب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية بأنقرة، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الخبير في الشؤون الإيرانية. أهلاً بالضيفين الكريمين. من لندن أبدأ. محمد، هل وضع ترامب حينما أعلن عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاق حقيقي مع طهران، هل وضع حداً للتصعيد الذي كان دائراً بين البلدين؟ تحياتي لحضرتك دكتور جهاد الغالي الضيف العزيز وأيضاً سادة المشاهدين الكرام. أهلاً وسهلاً. طبعاً لا يمكن القول أنه وضع حداً للتصعيد بين البلدين، وبالعكس التصعيد سيتصاعد سيزداد خلال الفترات القادمة، وما نراه الآن من حرب كلامية دائرة بين البلدين هي تنذر بذلك. وأصلا السؤال المطروح هو أن الاتفاق النووي هو صياغة الولايات المتحدة فرض على باقي القوى بشكل أو بآخر، وإيران تعاونت مع الولايات المتحدة في حربي احتلال العراق وأفغانستان، وسياسة إيران في سوريا لم تكن بعيدة عن السياسة الأمريكية لتدمير الساحة السورية، بلد سوريا بالكامل بغض الطرف عن مكونات المحسوبة على النظام أو المكونات المحسوبة على المعارضة، هذه محصلة ما السياسة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا. فإيران هي في الواقع تعمل كشفرة الثانية للمقص الأمريكي في تدمير المنطقة، فما حاجة لاتفاق حقيقي مع إيران؟ يعني هناك مشكلة بالنسبة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية في التعاطي مع الملف الإيراني،
تختلف عن الإدارات السابقة، وإلا إيران هي ضمن القمر الأمريكي ولم تخرج من القمر الأمريكي منذ 1979 حتى يومنا هذا. هناك بعض المطبات، لا نختلف عن المطبات التي حصلت ما بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المطبات كانت بهدف تأطير الأداء الإيراني لصالح الولايات المتحدة وليس أكثر. فالآن نحن على اعتاب صراع جديد ما بين الولايات المتحدة ويعني الإسلام السياسي بشقه السني المسمى تحت رؤية 2030 التي تفرضها الولايات المتحدة على المنطقة، وتريد تغيير جوهري في المؤسسات في إيران، يعني إلغاء الجمهورية الإسلامية. هذا ما تريده الولايات المتحدة من نظام إيران، ما تسميه بالاتفاق الحقيقي أو المطالب الاثني عشر الذي طرحها مايك بومبيو. فإيران لا يمكنها أن تلبي هذه المطالب، ونقطة الصراع والخلاف تقع في جوهر هذه المطالب وليس في أداء إيران أو ما تفعله إيران في الإقليم. ما تفعله إيران في الإقليم هو في صالح الولايات المتحدة. ممكن الآن بسهولة جدا يجلسوا ويتفاوضوا ويغيروا هذا الأداء وفق المتطلبات الأمريكية الجديدة، هذا ليس شيئا صعبا، لكن الصعوبة تقع في أن الولايات المتحدة تريد تغييرا داخل إيران، التغيير بحذف الجميع من الساحة الإيرانية، ونقصد من الجميع هي أوروبا، الصين، روسيا سيكون لها حصة، لكن أوروبا والصين ستحذف من الساحة الإيرانية، وهناك لوبيات تعمل في نظام الجمهورية الإسلامية لصالح أوروبا، منها جناح لاريجاني على سبيل المثال. نعم، يعني هل تتفق دكتور محمد مع ما قاله محمد من لندن من أن أمريكا تريد التغيير داخل منظومة الحكم في إيران، أم أن وراء هذا التصعيد الكلامي هو جر إيران إلى اتفاق جديد بغض النظر عن مدى إمكانية تحقق هذا الاتفاق الذي سنناقشه في مرحلة متقدمة من الحلقة؟ أرحب بكم وبالأستاذ الكريم من لندن وبالإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أتفق مع الأستاذ في بعض النقاط وأختلف معه في بعضها أيضا. أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة تهدف إلى تغيير في بنية النظام، تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني. في بنية النظام أم في سلوكه؟ في بنيته وسلوكه. إذا غير النظام من سلوكه فسيضطر لاحقا إلى التغيير، سيكون التغيير داخل بنية النظام. ما سأوضح هذه النقطة بالتفصيل. أمريكا ليس لدى في يعني نشير إلى هذه النقطة، أمريكا ليس لديها مشكلة مع الإيديولوجيات والديكتاتوريات في العالم، هذه نقطة يعني شبه مفروغ منها، ولم يكن لها مشكلة كبيرة في الحقيقة مع النظام الإيراني، لكن النظام الإيراني خرج عن الحدود التي تسمح بها الولايات المتحدة الأمريكية. في ظن النظام الإيراني، متى خرج؟ كيف خرج؟ ظن النظام الإيراني في مرحلة أوباما أنه بالفعل يتمتع بقوة هائلة، ويتمتع بقوة يمكن له بها أن يواجه الولايات المتحدة حتى، ولكن هذا الأمر كان بضوء أخضر من أوباما. لكن النظام الإيراني أصيب بغطرسة القوة وظن أنه بالفعل قادر على مجابهة الولايات المتحدة، وسبب مشاكل لإسرائيل. الآن إدارة ترامب تسعى إلى تغيير السلوك الإيراني. الآن هناك حديث يعني بين المحللين الإيرانيين، هل يسعى؟ لكن دكتور محمد، مظاهر هذا الخروج الإيراني عن الطاعة الأمريكية إذا صح التعبير، يعني متى وكيف تجلى لك هذا الخروج عن ما رسم لها من حدود لإيران؟ الآن إدارة ترامب في الحقيقة هي في بعض النواحي استمرار للإدارة الأمريكية السابقة، لكن في هذه المرحلة، المرحلة الحالية هي مرحلة لتقليص النفوذ الإيراني. الآن أعتقد أنه المطلوب من إيران أن تنحسر. ليس المطلوب من إيران دكتور، معذرة منك، يعني أنت قلت بأن إيران خرجت عن الحدود التي تسمح بها أمريكا في المنطقة، أين خرجت؟ خرجت في سوريا. خرجت في سوريا. كيف؟ في سوريا زادت إيران من قوتها كثيرا، كان من غير المسموح لها، وضعت أمريكا خطوطا حمراء، وطبعا هي خطوط حمراء إسرائيلية، وضعت خطوطا حمراء للتدخل الإيراني، طلب يعني كانت هناك خطوط حمراء ألا تقترب من الحدود، من حدود الجولان، فإيران تجاوزت هذه الخطوط
طلبت، كانت هناك خطوط حمراء أمريكية وإسرائيلية بعدم تزويد حزب الله بأسلحة. سمح لإيران بالدخول إلى سوريا والمشاركة في القتال، لكن شريطة أن لا تقترب من الحدود الإسرائيلية. لا تقترب من الحدود، حدود الجولان طبعا، لا تقترب من حدود الجولان، لا ترسل أسلحة ومعدات غير مسموح بها، عسكرية غير مسموح بها لحزب الله. فحاولت إيران التجاوز هذه الخطوط، لذلك قالت لها أمريكا إلى هنا عليك أن تتوقفي، لا يمكن لك أن تتجاوزي هذه الحدود. طيب. عودة للتصريحات الإيرانية، أنا أعتقد في الحقيقة هذا التراشق الإعلامي في الحقيقة بدأه الرئيس الإيراني، لم يبدأه ترامب. بدأ الرئيس الإيراني بالقول بأننا قد نغلق مضيق هرمز إذا توقفت صادراتنا عن النفط. وفي الحقيقة أنا أعتقد أن هذا التصريح لم يكن مدروسا من قبل الرئيس الإيراني. لماذا؟ نحن تعودنا على تصريحات جوفاء من القيادة الإيرانية لكي يثبتوا أنهم بالفعل أصحاب قوة وأنهم يمكنهم أن يواجهوا أمريكا. لكن هذه المرة دكتور معذرة، هذه المرة الأمر مختلف بالهجوم الذي تم على ناقلة النفط السعودية. سأعود إليك لو سمحت لي، أذهب إلى لندن مرة أخرى. إذا ما أردنا تحليل تصريحات ومواقف ترامب التي يبدو أنها في شكل أو بآخر متعارضة، لماذا اختار لغة التهدئة والعرض الذي قدمه لإيران بأننا يمكن أن ننفذ نصل إلى اتفاق حقيقي بعيدا عن الاتفاق الذي وصفه بأنه كارثي مع سلفه باراك أوباما؟ ماذا وراء هذه اللغة التسهيلية إذا صح التعبير؟ ترامب يطالب إيران بالخروج والانسحاب من المحور الصيني الأوروبي. عدة مرات أنا على قناتكم الموقرة وباقي القنوات أشرت إلى هذه النقطة. جوهر الصراع في المنطقة ما بين القوى العظمى هو قطع الطريق على مشروع الحزام الواحد، الطريق الواحد المعروف بطريق الحرير الجديد التي تريد الصين أن تمده باتجاه أوروبا، وما يسمى بمحور المقاومة طبعا بين القوسين، المقاومة المزعومة، هو في الواقع تأطير جغرافيا معينة من أفغانستان إلى شواطئ بحر الأبيض المتوسط لعرضها على طاولة المفاوضات مع الأوروبيين ومع الصينيين. وطبعا لا يوجد هناك صراع بين إيران وإسرائيل طالما إيران ضمن الغمر الأمريكي، ضمن الحلف الأمريكي أو الحلف الأوروبي، وإسرائيل هي طفل الغرب المدلل في المنطقة. فهذه تستخدم من أجل الضحك على ضغون البعض العرب حتى يلتحقوا بهذا المحور من أجل مقايضة إيران مع القوى العظمى الأخرى. وطبعا بعض العرب يستخدمون البوابة الإيرانية من أجل هذه دخول بهكذا عروض وصفقات التي الغرب لا يريد أن يعقدها معهم. هذه نقطة جوهرية في هذا الصراع والخلاف. والمشهد الإيراني ما بين إيران والولايات المتحدة هو أنه ترامب يطالب إيران بأن تضع جميع بيضاتها في السلة الأمريكية بعيدا عن الصينيين والأوروبيين، وهذا لا بالنسبة للنظام الإيراني مستحيل لسبب سياسي يتعلق بالسياسة الخارجية، وهو أنه الولايات المتحدة أثبتت أنها نظام غدار بين الحين والآخر تتخلى عن حلفائها، وهذا لا يحتاج لي أي وثيقة أو شاهد، والشهود أحياء يرزقون منهم حسن مبارك، زين عابدين بن علي وغيره. وأما بالنسبة للداخل الإيراني كما أسلف قبل قليل، الولايات المتحدة تريد تغيير بنيوي في بنية النظام الإيراني والتخلي عن الإسلام السياسي بشكل كامل من قبل النظام الإيراني، طبعا تدريجيا لا يؤدي إلى إسقاط النظام بمعنى تغيير هذه البنية، لكنه أصلاً من يعرف النظام الإيراني، أي تغيير في بنية النظام يؤدي إلى إسقاط النظام. لا حل كما نشاهده في باكستان أو في تركيا بعض الأحيان من خلال انقلاب عسكري ممكن تغيير تجميل أو تغيير ظاهرة في النظام ويبقى النظام حاكماً، المؤسسات تبقى. الآن النظام الإيراني عقد كل شيء بوجوده، أقصد الجمهورية الإسلامية، وإذا تغيرت هذه البنية ستسقط هذه المؤسسات. ونقطة أخرى أنه القوى الأخرى لديها أذرع داخل إيران، أسرة لاريجاني تتحكم بسلطتين، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهي حليفة بريطانيا. هناك تيار لألمانيا يلعب في إيران، تيار يتجه باتجاه الصين،
يعني النظام الإيراني أصبح شبه شركات أسهم، لا يمكن للذين يمتلكون هذه الأسهم يتخلون عن أسهمهم في الشركة الإيرانية. فالجمهورية الإسلامية التي أصبحت شركة أسهم لا تستطيع الآن توحد أسهمها حتى تضعها ربما في ربما سلة. محمد، يعني ربما يكون هذا مصدر قوة بالنسبة للإيرانيين بسبب ارتباطهم بقوة كبرى عبر تكتلات داخل منظومة الحكم. لكن هنا أسأل الدكتور محمد عبد الله، لاحظنا في خلال عقود وليس الآن فقط، في كل مرة ينشأ توتر بين طهران وواشنطن، يحرص الطرفان على إبقاء هذا التوتر حبيس التصريحات من دون نزوله على أرض الواقع، لماذا؟ في الحقيقة هناك مصالح متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر لا شك فيه بالنسبة لي وبالنسبة للكثير من المحللين. أمريكا تريد بقاء إيران بعبع في المنطقة لكي تبتز به دول المنطقة. أنا دائما ما أقول أمريكا لا تريد خروج كامل لإيران من سوريا، تريد حضورا إيرانيا ضعيفا في سوريا لكي تبتز به دول الخليج. ولاحظنا في الفترة الأخيرة كم قدمت السعودية وقطر وغيرها. يعني ماذا تريد أن تبتز؟ يعني لم يبقى شيء تقريبا تبتزه، يعني لماذا هذه النقطة يعني تركز عليها بأنها تريد أن تبقي قوة إيرانية بسيطة في سوريا كي تبتز بها دول الخليج؟ تبتز ماذا؟ تبتز في المرحلة الأخيرة أعلن ترامب أنكم إذا أردتم بقاء القوات الأمريكية في سوريا عليكم أن تدفعوا. يعني ترامب غير مستعد لتقديم أي دولار واحد في المنطقة إذا لم يكسب مقابل هذا الدولار عشرات الأضعاف. لكن هذه المقاربة هي وليدة اليوم، قبل ذلك كانت إيران وأمريكا يحرصان على أن يبقى التوتر فقط لفظيا وليس عمليا على الأرض. والآن أعتقد أن هذا التوتر سيبقى توترا لفظيا ولن ترتفع حدته. أنا كما أشرت يعني في مداخلتي الأولى، أعتقد أنه يعني التصريح الذي بدأ من روحاني كان غير مقصود، لكن ترامب أخذ هذا التصريح على محمل الجدية وأطلق تصريحات نارية لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وللحصول على تنازلات منها بهدف تغيير في سلوك النظام. بعض المحللين في الحقيقة يعتقدون أنه ربما تصل الأمور إلى يعني منحى عسكري بسبب وجود بعض أفراد إدارة ترامب من المناصرين لعمل عسكري ضد إيران، لكن أغلب التحليلات تقول أنها لن تقدم على هذا الأمر، لا سيما أن هناك الكثير من الأوراق التي يمكن اتخاذها واللعب بها قبل الوصول إلى العمل العسكري. في الحقيقة لو أردنا أن نتحدث يعني عن مقارنة بين التصريحات والتراشق الإعلامي الذي حصل بين أمريكا وإيران، كما ذكرتم يعني وأشرتم إليه في التقرير، هو مشابه في الحقيقة لما حصل بين أمريكا وكوريا الشمالية. في ذلك الوقت هدد ترامب بإشعال حرب في شبه الجزيرة الكورية، حرب نووية، ورد الرئيس الكوري الشمالي بأنه قد يقصف كاليفورنيا بصواريخ نووية، لكن بعد ذلك رأينا أن الطرفين جلسا على طاولة المفاوضات. ترامب وإدارته في الحقيقة سياستهم الجديدة تقول أننا علينا أن نرفع من حدة تصريحاتنا بهدف إخافة الطرف المقابل، وفي نفس الوقت نزيد من العقوبات ونزيد من حدة هذه العقوبات لكي يأتي إلينا الطرف المقابل، يأتي إلينا من منطلق الضعف. هل تظن أن إيران من السذاجة بحيث تخاف من هذه التصريحات ولا تعرف مدى إمكانات وقدرات الأمريكيين في التعامل معها؟ هذا أبحثه معك أيضا لكن في وقت متقدم من الحلقة. قبل الذهاب إلى الفاصل، سياسة ضبط النفس بين الطرفين طهران وواشنطن محمد، بالرغم من الإلغام الكثيرة التي يمشيان عليها، هذا يثير تساؤلا مهما، أين تلتقي مصالح الطرفين وأين تفترق؟ يعني التقاء مصالح الطرفين يمكن أن نقول تلتقي به إن حصل توافق اقتصادي ما بين الطرفين لتأطير نفس الجغرافيا، يعني ما تسميه إيران بمحور المقاومة هذه المرة لعرضها على طاولة الإدارة الأمريكية التي تختلف رؤاها بالكامل مع إدارة أوباما التي كانت تدعم محور المقاومة بين القوسين من أجل أن يكون جسرا بين الأوروبيين
والصين. الآن ترامب يريد هذه المنطقة تكون سداً منيعاً بين الأوروبيين والصين. إيران إذا وافقت على هذا التأطير، يعني نحن الآن أمام مطبة كما حصل سابقاً. ألا يمكن أن تلعب باكستان دور إيران في هذا الإطار؟ يعني باكستان هي دخلت ضمن المحور الصيني بشكل شبه نهائي، والآن الصين تستحوذ على ما لا يقل من ثلث الاقتصاد الباكستاني. والصين الآن هذا العام، يعني تحدث عذرا عن عام 2017، حسب المعلن الصين استثمرت في الاقتصاد الباكستاني ما يقارب 150 مليار دولار، وتعمل عن أن يكون ميناء جوادر في على بحر عمان في جنوب غربي باكستان أن يكون جزء أساسي بطريق الحرير ليكون منافسا لدبي، وتم الحديث كثيرا عن ذلك. فباكستان ليست مرشحة لأنها ذهبت بداخل القمر الصيني وهي الآن جزء من محور أو طريق الحرير الجديد. فلهذا السبب محور المقاومة بين القوسين وكر المزعومة أصبح هو جوهرة الصراع، يعني الصراع بدأ تدريجيا ينتقل إلى هذه الجغرافيا. نعم، لكن ثمة يعني تفاعلات جديدة تتمثل بقمة هلسنكي وما قيل عن وضع إيران في هذه القمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، والزيارات المكوكية بين المسؤولين الإسرائيليين والروس. هذا أريد أن أبحثه معك ومع ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن التوتر الراهن بين الولايات المتحدة وإيران. في الاستوديو دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن الركون إلى حقيقة أن دونالد ترامب ضمن حياد روسيا بشأن إيران، وبالتالي اعتمادا على هذا الحياد خلت الساحة لترامب ويريد أن يمارس سياسة الضغط على طهران باتباع تكتيك العصا والجزرة؟ أنا في الحقيقة أعتقد أنه ليس من مصلحة روسيا الوقوف كثيرا إلى جانب إيران. روسيا استفادت جدا من العقوبات التي طبقت على إيران. روسيا هي التي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تقصف المواقع الإيرانية في سوريا، وهذا الذي أثار استياء كثير من الإيرانيين بما فيهم الإصلاحيين والمحافظين إذا جازت التسمية أيضا في ذلك. الآن يعتقد الإيرانيون أن هناك تعاونا استراتيجيا بين روسيا وإسرائيل، ولولا الضوء الأخضر الإسرائيلي لما تمكنت إسرائيل من قصف. يعني هل توافق على ما قيل بأن هناك حياد روسي ضمن في قمة هلسنكي بين الرئيسين، بمعنى أن ضمن حياد روسيا تجاه إيران ترامب؟ أنا يعني أعتقد أنه ليس فقط حياد، لكنه في الحقيقة مشاركة روسية. روسيا أحضرت يعني منظومة S-300 إلى سوريا. نعم. بهدف مزعوم هو حماية الأجواء السورية. نعم. من الاعتداء الخارجي، لكن إسرائيل تقصف في أي وقت تشاء. يعني روسيا متواطئة مع إسرائيل على النظام الإيراني، والإيرانيون يدركون حقيقة هذا الأمر. لذلك يعني يرفض الآن أغلب المحللين الإيرانيين القول بوجود علاقات استراتيجية بين إيران وروسيا، ويقولون أن هذه العلاقات لا تتعدى المستوى التكتيكي. نعم، دعني أذهب إلى محمد في لندن. يعني تصعيد الأمريكي والإسرائيلي تزامنا مع بعضهما بعض، و يعني هناك قصف شبه يومي إسرائيلي لمواقع الإيرانيين في سوريا. محمد، أريد أن أسألك عن هل نحن أمام محاولة حصار منسق للإيرانيين في سوريا بين الأمريكيين والإسرائيليين؟ يعني وأيضا أضيف على ذلك روسيا، لأنه روسيا أيضا لا تريد تواجد إيراني في الساحة السورية لأسباب عدة يمكن أن نلخص أهمها في أنه الآن حان وقت تقسيم الكعكة في سوريا، إعادة الإعمار وغيرها من ملفات اقتصادية، ويعني تقسيم حوزات النفوذ.
فروسيا لا تريد أن تكون تذهب جزء من هذه الحصة لإيران، تريد كل الحصة لها ولشركاتها. لكن روسيا تنافح عن إيران في مفاوضاتها مع الإسرائيليين، وأول البارحة يعني رفض الإسرائيليون عرضا روسيا من بوتين شخصيا ببقاء إيران في سوريا على بعد 100 كيلومتر من حدود سوريا وإسرائيل. يعني خل ننسى ما يتطرق له الإعلام لأنه بعيد عن الواقع حول ما تريده إسرائيل من إيران في الساحة السورية. إسرائيل ليست لديها مشكلة مع إيران إلا في الساحة السورية، وهو أنه هناك عرض بأن تنسحب إيران من الساحة السورية بالكامل ويتم إعادة جولان المحتلة لسوريا. إسرائيل تريد تطرد إيران يعني هذا كلام محمد، هذا كلام حقيقة جديد وكبير. يعني مصدر هذا التحليل، هذه المعلومات، هذا جزء من صفقة القرن صديقي، صفقة القرن الذي يتم الحديث عنها، جزء منها طرد إيران من الساحة السورية وإعادة جولان إلى سوريا، هذا جزء من صفقة القرن. في ظل التكهنات، يعني لا يوجد معلومات حقيقية وإنما تكهنات، أليس كذلك؟ لا، وضمنه تحليل أيضا. يعني المشكلة الإسرائيلية مع إيران بدأت منذ أقل من عام، لماذا إسرائيل لم تقصف إيران قبل 4 سنوات؟ لماذا يعني؟ المشكلة تقع الآن بعد مجيء ترامب، يتعلق برؤية جديدة، والرؤية الجديدة تريد إنهاء الصراع في منطقة شرق بحر الأبيض المتوسط. لهذا السبب روسيا الآن تستخدم ورقة إيران من أجل مفاوضات مع إسرائيل مع الجانب الأمريكي ولا أكثر. لكن فرضا سأستجيب لهذا الطرح محمد، لو خرجت إيران غدا مثلا من سوريا، يعني هل تضمن روسيا بقاء الأمور على حالها، بمعنى أن هناك ثوار سوريون جاهزون ويحملون ما زالت أصابعهم على الزناد، ربما يسترجعون مساحات كبيرة من سوريا؟ إذن إيران حاجة روسية في نهاية المطاف الآن في سوريا. لا مشكلة لروسيا، هناك حل سياسي، يمكن إشراك هذه الجماعات في هذا الحل السياسي، وروسيا تضمن ذلك الحل، بمعنى أنه روسيا أيضا لا يهمها الشخص وحتى لو كان بشار الأسد. الموضوع يتعلق من يضمن مصالح روسيا في هذه الساحة، وجميع القوى العظمى أصلا تتعامل بهذا الأسلوب. يعني لا يهمها الأشخاص أو الدول بعينها، بل يهمها من يضمن لها مصالحها في جغرافيا معينة. فالموضوع مرهون أيضا بحل سياسي، يعني هاي كلها متشابكة، ليست يعني لا يمكن أن نجزئ هذا الجزء ونقول بأنه إيران هي تضرب إسرائيل أو إسرائيل تضرب إيران. لا يمكن أن نحلل الموضوع من هذه الزاوية، نحتاج أن نأخذ رؤية عميقة، رؤية كاملة شاملة لهذا الملف. يعني موضوع روسيا وإيران، روسيا أصلا تعتبر إيران مشكلة لها إن لم تكن خطر عليها، مشكلة بسبب غازها. إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، وهذا يشكل خطر كبير على الأسواق الغاز الروسية. نعم، طيب ما حدود الفعل الأمريكي تجاه إيران في ظل هذه التجاذبات والتلاسن والحروب الكلامية بين الجانبين؟ حدود الفعل الأمريكي ضد إيران؟ في الحقيقة في الوقت الحالي من المستبعد، في الوقت يعني على المدى القصير والمدى المتوسط، من المستبعد جدا قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، لا سيما وكما أشرت سابقا أن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك الكثير من الأوراق التي يمكنها أن تستخدمها في صراعها ضد إيران، وأهم هذه الأوراق هي ورقة الاقتصاد. الآن الاستراتيجية الأمريكية بنيت على زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني بهدف تأليب الشارع الإيراني على النظام، وإجبار النظام الإيراني على تقديم تنازلات في مختلف الملفات. العمل لكن الضغط الاقتصادي الأمريكي، ثمة محللين، واليوم كنت أقرأ في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن هذا الأمر، يعني ثمة شركات صينية وروسية صغيرة لم تنكشف ماليا بالقدر الكافي، وبالتالي غير قادرة أمريكا على التأثير عليها بشكل كبير. شركات روسية وصينية تحل محل الأمريكيين في داخل، في ملء الفراغ الاقتصادي في إيران. يعني يعني التأثير لن يكون تأثيرا أمريكيا كبيرا للعقوبات الاقتصادية. الحقيقة الآن وقبل بدء العقوبات الأمريكية، عندنا هناك الحزمة الأولى من العقوبات ستبدأ بعد أسبوع تقريبا، لكن الحزمة الأقوى ستبدأ مع بداية نوفمبر. الآن وقبل بداية العقوبات وقبل البدء بتنفيذ هذه العقوبات، تشهد إيران حالة
غليان اقتصادي، تشهد حالة ركود، تشهد موجة كبيرة من الغلاء، القيمة التمان الإيراني تنخفض تدريجيا، هذا مع قبل بدء العقوبات. لماذا؟ هذا ليس في الحقيقة بسبب العقوبات، مجرد التلويح بالعقوبات أوصل الاقتصاد الإيراني إلى هذه الحالة، فما بالك إذا وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية. صحيح أن بعض الشركات الصغيرة يمكنها أن تلتف على العقوبات الأمريكية، لكن هذه الشركات لن تتمكن من الاستثمار بحجم كبير في السوق الإيرانية، والسوق الإيرانية في قطاع النفط وحده فقط تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار للعمل في هذا القطاع، والشركات الصغيرة غير قادرة على تأمين هذه المبالغ. أضف على ذلك حتى روسيا عندما زار علي أكبر ولاية مبعوث الخامنئي إلى روسيا والتقى ببوتين، خرج بتصريحات بعد ذلك قائلا إن الرئيس الروسي وعده أن بقيام الشركات الروسية بالاستثمار في إيران بقيمة 50 مليار دولار. هذه من يعرف روسيا يعرف أنها لا يمكن أن تستثمر في هذا المبلغ. في اليوم التالي جاءت تصريحات من المتحدث باسم الكريملين لينفي هذه التصريحات. الشركات الصغيرة يمكن أن تلتف على العقوبات، يمكن أن تستثمر في الداخل الإيراني، لكن هذه لن يكون لها تأثير كبير، والضغط الاقتصادي هو الذي يعول عليه ترامب في معركته الحالية ضد النظام الإيراني. نعم محمد، يعني أنت من أنصار القائلين بأن أمريكا تتجه إلى التصعيد على الأرض، لكن الإيرانيين قالوا في أكثر من مناسبة وآخرهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قال تستطيع واشنطن أن تبدأ الحرب معنا، ولكن نهاية هذه الحرب بيدنا في طهران وليست في واشنطن. وحسن روحاني قال إن إغلاق مضيق هرمز ليس أكبر أوراق الإيرانيين. ما حدود القدرات الإيرانية في مواجهة أي ضغط عملي محتمل من قبل الأمريكيين عليهم؟ يعني الأوراق الإيرانية تقتصر على ما يمكن أن تفعله في العراق أو في الخليج العربي ولا أكثر. وإذا إن تريد إيران المراهنة على الحوثيين، فمماطلة القوى الدولية خاصة بريطانيا فيما يتعلق بملف الملف اليمني هو أدى إلى هذه الحالة واستمرار الحرب هناك. وإن قررت القوى العظمى اليوم إنهاء ملف الحرب في اليمن، خلال شهر واحد ستنهي هذا الملف، ولا قيمة له لما يحصل في اليمن عسكريا بالنسبة بمعنى القوى الحوثية إذا تم القطع والوصل من خلال البحر، وبريطانيا تعمل على أن يبقى الوصل بين الحوثي والبحر، فلا يمكنها أن تفعل شيئا هناك. يبقى محدود ومحصور بالعراق وفي مضيق باب السلام بين القوسين هرمز. وأيضا نحن شاهدنا في عام 1988 ماذا فعلت القوى البحرية الأمريكية بالقوى البحرية الإيرانية حينما سببت مشاكل لتصدير النفط، خاصة ناقلات النفط الكويتية. الولايات المتحدة دمرت ما يقارب نصف السفن الحربية الإيرانية في عام 1988، وإيران لم تستطيع من أن تبدر ردة فعل بسيطة ضد القوات الأمريكية. أصلا لا يمكن مقارنة بالنسبة ما بين قوة الجيش الأمريكي وقوة مو فقط إيران، أصلا ما بين باقي القوى العظمى. أنا أعطيك مثالا، القوة الجوية في البحرية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لديها قوتين جويتين، القوة الجوية لحدها وهناك قوة جوية للقوة البحرية الأمريكية. هذه القوة الجوية في القوة البحرية الأمريكية هي أكبر قوة جوية عالميا، يعني أصلا المقارنة من هذا الجانب هو مثير للضحك. لكن الحرب، أي حرب محتملة بين الطرفين لن تكون بمثل هذه الطريقة حرب تقليدية بين قوات من هنا وقوات من هناك، وإنما حرب ربما تحرز فيها نوع من التقدم إيران تكتيكيا، بمعنى أنها هي مراكز قوة في المنطقة تستطيع أن تؤذي الولايات المتحدة التي يبدو أن وجودها هش في هذه المنطقة الآن. صديقي العزيز، اصلا يعني الهشاشه هي داخل النظام الايراني، والان انا لا اريد احدثك عن شعوب غير الفارسيه وغيرها من ملفات. المنتفض الرئيسي ضد النظام الايراني هم الفرس. النظام الايراني يعاني من الداخل، المشكله الرئيسيه للنظام الايراني هي في الداخل، واصلا المشكله الرئيسيه للنظام الايراني الذي لا يريد الجلوس حاليا مع ترامب هي انه ترامب يريد تغيير في الداخل، فكل المشكله هي في الداخل ليست في الخارج.
يعني لما ترامب يريد من إيران أن تتخلى عن حوزات نفوذها في المنطقة، بمعنى غيري سياستك من الصين وأوروبا. إيران لا تريد تغيير سياستها من الصين وأوروبا، هذا سيؤدي إلى القضاء على إيران داخليا. إيران لا يمكنها أن تقاوم عقوبات اقتصادية حقيقية حتى الآن لم تشهدها إيران. إيران شهدت فترة معينة خلال فترة أحمد نجاد بعض العقوبات الأمريكية، وإسرائيل ساعدتها على الالتفاف على هذه العقوبات. شركة سامي عوفر الشهيرة التي الولايات المتحدة غرمتها هي التي كانت تشتري النفط الإيراني وتبيعه بالأسواق تحت غطاء إسرائيلي. شركة سامي عوفر تمتلك 25% من الصناعة الإسرائيلية. فالموضوع هو ليس كما يصوره الإعلام، البعض يعني يود طيب. أن يهول من قدرات إيران. إيران تعرف قدراتها، والآن إذا هي تحاول أن يعني تبتز، تحاول فقط تنشئ طاولة مفاوضات ولا أكثر، الطاولة التي لا يريدها ترامب أيضا بهذا الشكل. نعم، يعني يبدو، سأترك لك المجال لكي تعلق، لكن ألا يبدو أن هناك نوع من المبالغة في الضعف الإيراني؟ لو قلبنا الصورة وقرأناها أو شاهدناها من المنظور أو من الزاوية الأخرى، إيران الآن تبدو أقوى مما سبق، فهي ترسخ وجودها العسكري في العراق، حليفها في سوريا الأسد رسخ وجوده وازداد قوة وانتصر على معارضيه، حتى الآن فتحت طريقا ممرا بريا من طهران إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. أضف زد على ذلك أنها جرت الخليجيين إلى حرب استنزاف مع ميليشيات حوثية صغيرة في إيران. يعني السؤال هنا، ألا تبدو طهران كما لو أنها هي التي تسير اللعبة في المنطقة؟ لا، في الحقيقة إيران يمكن أن أقول قبل سنوات كانت يمكن أن تبدو بهذه الصورة، لكن في الوقت الحالي يشهد موجة انحسار في النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل عام. في العراق النقطة الجلية أن شيعة العراق الذين كانوا محسوبين على إيران الآن ينتفضون ضد إيران. إيران التي بذلت كثيرا في الاستثمار في شيعة العراق، بعد 15 عاما من الاستثمار في شيعة العراق خرج الشيعة العراق منادين بخروج إيران من بلادهم، وإيران خسرت خسارة كبيرة في العراق لا يمكن أن تعوض. يعني هل تظن أن هذا الشارع المنتفض الآن في العراق يمثل كل الشيعة؟ أكثرية الشيعة ضد إيران. الآن وعى الشيعة العراقيون أن إيران لا تريد لهم الخير. في سوريا أيضا هناك انحسار في النفوذ الإيراني. صحيح أن بشار الأسد بقي في السلطة وتمكنت إيران من إبقائه في السلطة، ولولا حضور إيران وروسيا لما بقي في السلطة حتى الآن. طيب. لكن في المقابل منذ أسبوع تقريبا تحدثت صحيفة الوطن السورية وهي قريبة جدا من النظام السوري ردا على تصريحات ولايتي الذي قال أننا يعني نحن الذين أبقينا على النظام السوري في السلطة. هذه مناكفات صغيرة ليس فقط بسيطة. لا يعني أنا عفوا يعني إيران حتى لو انتفض الشيعة العراقيون ضد إيران، يعني هذا قد يكون مفيدا في دول ديمقراطية، لكن هناك أنظمة استبدادية، أنظمة تدير الحكم بالعصا، يعني لا ينفع كثيرا. تستطيع أن تدبر أمورها، يعني تسير أمورها طهران في هذه المنطقة. أشير هنا في نقطة في سوريا، أنا أعتقد أن بشار الأسد الآن يستثمر علاقته في إيران. إذا اضطر بشار الأسد ووضع أمامه خياران بأن يتخلى عن إيران مقابل بقائه في السلطة فسيتخلى عنها، وهذا الطرح أعتقد أنه قد يعرض على النظام السوري عاجلا أم آجلا. نعم، هل سيذهب الأمريكيون والإيرانيون إلى طاولة المفاوضات أم إلى الجبهات؟ نذهب إلى فاصل أخير ثم لنعود. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى لندن. محمد، هل طهران وواشنطن اليوم وبعدما كل ما تابعناه من تصريحات ومواقف هما أقرب إلى الحرب أم إلى الجلوس على طاولة المفاوضات؟
يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الرؤية الإيرانية التي تريد المماطلة حتى انتهاء فترة إدارة ترامب الحالية أملا منها، وطبعا هذا الأمل أيضا يأمل به الأوروبيون ويخططون له أن ترامب لا يفوز في لولاية ثانية أو بأي شكل من الأشكال يتم التخلص منه، أنا لا أرى أي إمكانية لأي جلوس على هذه المرة على طاولة مفاوضات لا من جانب الإيراني ولا من جانب الأوروبي يدفع بهذا الاتجاه. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا؟ واضح جدا، وقلنا عدة مرات الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب تريد أدوار جديدة من إيران التي إيران لا تريد تنفيذ هذه الأدوار. ثانيا، ترامب يريد إسقاط الإسلام السياسي في إيران أي الجمهورية الإسلامية بشكل مرن كما يحصل في السعودية تسمى 2030، نفس الرؤية يريد أن يطبقها في إيران. إيران لا تريد تطبيق ذلك أيضا، إيران تريد الإبقاء على الجمهورية الإسلامية. النقطة، أنا أيضا أريد أشير إلى نقطة اللي هي أنه والله إيران لديها قوة بالمنطقة تفعل. إيران دون الولايات المتحدة حتى اللحظة لا تستطيع البقاء في العراق إن لم تكن للبنتاغون، والبنتاغون طبعا هي في صراع مع ترامب. ترامب يريد طرد إيران من العراق، البنتاغون تعمل على بقاء إيران في العراق. البنتاغون هي من يعني وهذا العميقة. وهذا يشكل مصدر قوة للنظام الإيراني لأن ثمة تعارضا. هذا لا يشكل مصدر قوة، بالعكس طالما الإدارة الأمريكية متصارعة فيما بينها. نعم. إيران ستكون ساحة صراع للدولة العميقة وترامب كما هي الآن ساحة صراع بين ترامب والصين وساحة صراع بين ترامب والأوروبيون. لكن محمد معذرة، يعني مع التقدير لكلامك، لكن ماذا يعني يمكن أن تفهم كلام دونالد ترامب عندما يقول بشكل علني وصريح، وهذا رئيس دولة يعني كلامه محسوب عليه بالنهاية موقف، عندما يقول نحن مستعدون لصفقة حقيقية مع إيران؟ وأنا ماذا قلت؟ قلت إيران لا تريد صفقة مع ترامب. هل أنا قلت ترامب لا يريد؟ أنا قلت إيران لا تريد صفقة مع ترامب بالحرف الواحد. إيران لا تريد صفقة مع ترامب، بل إيران تريد المماطلة من أجل انتهاء فترة حكم ترامب أملا منهم بأن ترامب لا يفوز بفترة ولاية ثانية. هذا ما تريده إيران، وأوروبا ستساعدها على ذلك، وحتى الصين ستساعد إيران على ذلك. لكن السؤال يبقى، هل إيران تستطيع الصمود مقابل هذا الضغط؟ أنا لا أرى ذلك، وهذا سيؤدي إلى انهيار إيران من الداخل. يعني إيران ليس فقط النظام، أصلا إيران ستنهار بهذا إذا استمرت بهذه السياسة. ولا حل آخر أمامها. صديقي تخيل يجون يقولون لك في البيت أن تخرج من البيت، هل يمكنك أن تفعل ذلك؟ هل خامنئي سيتنازل عن الحكومة لما ترامب يقول يجب أن الملالي أن يذهبوا ويصفون الملالي بالشياطين؟ يعني هم يريدون تغيير في تركيبة النظام الإيراني. هذه المشكلة، المشكلة تقع في أنه الولايات المتحدة تطالب هذه المرة بتنازل 100% وليس تنازل 60%. إذا ما أسقطت، إذا ما أسقطت الولايات المتحدة النظام الإيراني، من الذي سيملأ هذا الفراغ السياسي والاستراتيجي الكبير الذي سيحصل في المنطقة من تبعات ذلك؟ باختصار، باختصار أنا أتوقع ما حصل خلال الحرب العالمية الأولى، إيران ستتقاسمها القوى العظمى، بمعنى أنه حينها الروس خذوا شمال إيران والبريطانيين خذوا جنوبها. هذه المرة الروس سيأخذون جزء من الشمال والأمريكان من الغرب وما أعرف الأوروبيين جزء آخر. إيران ستقسم بين القوى العظمى، ستنهار هذه الدولة بسبب الصراعات الدولية. نعم دكتور محمد، يعني أريد أن أختم معك، هل ترشح حصول مثل هذا السيناريو أم أن السيناريو الكوري الشمالي الأمريكي هو أقرب إلى المثال الإيراني؟ هل يمكن أن يحصل مع حسن روحاني مثل ما حصل مع زعيم كوريا الشمالية وبالتالي يجلس الزعيمان على طاولة مفاوضات واحدة؟ الحقيقة أنا برأيي أن التجارب أثبتت أن إيران تسير إلى حد الهاوية، لكنها لا تقع في هذه الهاوية وتتراجع قبل الوصول إلى هذه النقطة. أعتقد أن النظام الإيراني مستعد لتقديم التنازلات في كل المجالات في سبيل البقاء في السلطة. النظام الإيراني مستعد أن يغير جلده لكي يبقى في السلطة. النظام الإيراني لا نستبعد أن قبوله، صحيح أنه سيماطل وسيحاول الحصول على مكتسبات كبيرة في للخروج من المنطقة والانكفاء إلى الداخل، لكنه حسب ما تقتضيه مصلحة النظام. لا يهم النظام الإيراني الإيديولوجيا، لا يهمه الدفاع عن المستضعفين وهذه الشعارات الكبيرة، المهم هو بقاء النظام لو كان ذلك على حساب تغيير بنية النظام. والآن نرى كثير من أقطاب النظام يتحدثون في هذا الأمر أن علينا أن نتغير، فإذا لم نتغير
سيأتون من الخارج ويغيروننا. ليس من الآن الشروط الأمريكية الاثنى عشر ليس من الضروري أن تطبقها إيران دفعة واحدة، يمكن أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتنازل في بعض الملفات ولن يكون لأمريكا يعني مشكلة. هل بالضرورة أن تسعى الإدارة الأمريكية لانتزاع الاثني عشر بندا؟ لا بالتأكيد لا، تريد بالتأكيد أن تحصل على أقصى يمكن أن تحصل على بعض هذه المطالب، و الشعب الإيراني أيضا يتفق مع كثير من هذه المطالب. الشعب الإيراني يقول أن أموالنا تبذر في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان، لماذا نحن نبذر هذه الأموال والداخل الإيراني أولى بها؟ هناك العديد من المطالب التي طرحتها أمريكا وتلتقي مع مطالب الشارع الإيراني، والنظام الإيراني اعتدنا منه أنه يتكلم بشعارات كبيرة لكنه حين يصل. طيب دكتور محمد، إذا ما جمعت طاولة المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، إلى أين يمكن أن تقود هذه المفاوضات؟ ما هي النهاية المتوقعة لها؟ النهاية المتوقعة هي تغيير في سلوك النظام الإيراني إلى حد كبير. كيف؟ أن تصبح إيران دولة عادية، تصبح إيران دولة عادية لا وتتخلى عن ثوريتها. لكن كما ذكر الأستاذ، هذا في الحقيقة عندما يغير النظام ويتخلى عن مبادئه الأساسية فسيحصل هناك تغيير في النظام. النظام الإيراني قادم على تغيير كبير في بنيته، وهو سواء يعني تفاوض مع أمريكا أو لم يتفاوض معها. إذا تفاوض مع أمريكا، هل يعني هذا التغيير بالضرورة سقوطه كما قال محمد بن لا لا، ليس من الضرورة سقوط النظام. قال لك إن أي تغيير في طبيعة النظام سيسقط بالتالي، إنه هكذا مصمم. أنا أعتقد أن النظام يمكن له البقاء، لكن البقاء منزوع الأنياب والمخالب، ولا ضير بالنسبة لأمريكا و دول الخليج من بقاء هذا النظام. ولا ضير في أن أشكرك على هذه الإفاضة، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية بأنقرة، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الخبير في الشؤون الإيرانية. كل الشكر لكم، إلى لقاء بحول الله.